السلام عليكم ورحمة الله. عنوان قصتنا اليوم: ليتنا مثل سالم. فمن صاحب هذه القصة وما هي قصته؟ تعالوا بنا لنعرف. خذ من التاريخ عبرة. جاء في كتاب البداية والنهاية لابن كثير أنه في زمن الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك حدث أنه خرج يوما لحج بيت الله الحرام، وبينما هو يطوف بالبيت رأى سالما ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، فاقترب هشام من سالم وقال له: يا سالم، ألك إلي حاجة؟ فقال سالم: إني لأستحي وأنا في بيت الله أن أرفع حاجتي إلى غيره. فتحرج الخليفة من كلامه وتركه وأكمل طوافه. فلما خرج سالم من الحرم تابعه الخليفة هشام ابن عبد الملك وقال له: يا سالم، أبيت أن تعرض علي حاجتك في بيت الله وأنت الآن خارجه؟ فاسألني. فقال له سالم: هل أسألك حاجة من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فقال هشام: بل من حوائج الدنيا، فإن حوائج الآخرة لا يسأل فيها إلا الله تعالى. فقال سالم: والله ما طلبت حاجة من حوائج الدنيا ممن يملك الدنيا، فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟ فقال هشام عندها: ليتني مثل سالم بملكي كله. أخي المستمع الكريم، لا شك أن الدنيا تسقط في عين من باعها وعرف قدرها، وتثمن في عين من يطلبها. لذلك تجد كثيرا من الناس يخاصمون من أجلها، ويصالحون من أجلها، ويحبون لأجلها ويكرهون لأجلها، وليس ذلك إلا لأنهم وضعوها في غير موضعها وجعلوها همهم وشغلهم الشاغل. فليتنا جميعا مثل سالم، لنفقه أن خزائن الدنيا بيد الله، وأن العطاء والمنع لا يكون إلا بتقدير الله، لحكمة لا يعلمها إلا هو سبحانه. فاعلم يا عبد الله أن رزقك لن يأخذه غيرك، فاطمئن، وأن بقاءك فيها ما هو إلا لأجل معلوم عند الله مجهول عندك، فإذا جاء أجلك لن تتأخر ساعة أو تتقدم. واستحضر دائما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، والسلام عليكم. خذ من التاريخ عبرة.